من 3 أسابيع، وما شاء الله هذه الأغنية محققة نجاح كتير حلو. الأغنية قريبة على القلب، والفيديو كليب كوميدي ولطيف وخفيف. طبعا نجوم هذا الفيديو كليب اثنيناتهم ما شاء الله مو بس يعني إنه غناء، أيضا تمثيل يا جماعة. حققت هذه الأغنية من أول ما نزلت أكثر من 1,200,000 مشاهدة على اليوتيوب. أهلا وياكم مستمعين على أثير إذاعة بانوراما أف أم. وطبعا خلونا نرحب بالنجم اللبناني جوزيف عطية اللي هو ويانا عبر تطبيق تيمز، مايكروسوفت تيمز، وموجود على تطبيق أم بي سي مود بالبث المباشر. تقدرون تشوفونا مستمعينا. طبعا النجم الجزائري الشاب فوديل والنجم اللبناني جوزيف عطية أطلقوا أغنية سمعناها قبل شوية تلاقينا تاني، ومثل ما قلت لكم حصدت نجاح واسع وحققت أكثر من 1,200,000 مشاهدة عبر تطبيق يوتيوب. رحب ويانا على أثير إذاعة بانوراما أف أم وعلى تطبيق أم بي سي مود وتطبيق شاهد في آي بي بالنجم اللبناني جوزيف عطية. يسعد مساك يا جوزيف. ألو، يسعد مساكي. Thank you على المقدمة الحلوة، وأنا كثير مبسوط أني معكم live. جوزيف، أول شيء very nice look, new look، مغير. Thank you. مغير. هاي على ال يعني بس مشان هذا النيو لوك بالفيديو كليب. إيه لا هذا لوك الصيف. إيه هيك. صحيح ممكن. طيب خليني أبارك لك على الأغنية وعلى النجاح الحلو للأغنية، وأيضا ما شاء الله على مهارتك باللغة الجزائرية. ما عرفناك ما عرفناك نهائي ما عرفناك نهائي ضابطها. صح، في كتير ناس قالوا لي إنه ما عرفنا صوتك، إنه هذا صوتك، لأنه يمكن شوي اشتغلت كتير على اللهجة. وصح طريقة الأداء بتختلف، وجربت قد ما فيه أقرب مش بس اللهجة، يعني اللهجة وطريقة المغنى كمان تكون قريبة قد ما فيه، والحمد لله ظبطت. طيب جوزيف، شلون طلعتوا بهذا العمل؟ يعني مثل ما نقول إحنا التم الشامع المغربي من صح، يعني من لبنان إلى الجزائر، شلون التقيتوا؟ شلون بديتوا بهذا الفكرة؟ أنا فضال بدبي، وكان لقاء عفوي، يعني ما كان في تخطيط لأي عمل. كان هذا أول لقاء بيناتكم؟ صح، بأول لقاء دغري هيك طلعت الفكرة. رجعنا التقينا بلبنان كمان، فضال كان بلبنان، التقينا عند أمين أبيات مدير أعمالي، وكمان كان اللقاء جدا محبب يعني، ودغري بتعرفي في كليك هيك في كامستري أوقات تخلق مع أشخاص سريعة يعني. هذا اللي صار، أنا وفضل فعلا وي كليك بسرعة. وقلنا ليش ما بنعمل عمل، يعني بنعمل هيك بيطلع العلاقة الحلوة تكون هيك بتطلع ريفلكشن بأغنية وبكليب وهيك صار. وأخذنا طيب القرار. طيب منو كان صاحب يعني الفكرة الأولى، أنت ولا فضل ولا اثنيناتنا؟ ما مش ذاكر صراحة. اثنيناتنا حكينا دغري إنه لازم نعمل عمل، ووافقنا ودغري مشينا بالعمل. هو كان مختلف بالأول، كان بالبداية مختلف، يعني كان بدنا نعمل عمل بين المغرب العربي واللبنان، يعني أنا عم غني اللهجة اللبنانية. رجعنا بعدين لقينا إنه لا، نعمل أغنية مغربية فل، يعني تكون كل الأغنية بغير بلهجة مغربية يعني. الأغنية لهجتها مغربية مش جزائرية، هي يعني ميكس. انا صدق انا محتار، لانه عم شوف كثير كومنتس، يعني في ناس بيقولوا لي جزائرية، ناس بيقولوا لي مغربيه. صح. سو قال لي فضال انه فيها تكون مغاربيه، اذا بدك يعني تكون شامله المغرب العربي، يعني كيف نقول لهجه بايضه يعني. طيب انطينا سر اتقان اللهجه، شلون تمرنت عليها؟ سر سمعت كثير يعني. هلا انا عندي اصدقاء كثير من المغرب العربي، وسمعت فضال كيف عم بغني، سمعت محمد كمان، يعني كل الاكيد اللي عمل العمل جربت اخذ منه افكار واديت الاغنيه. هو صح يعني، الاغنيه من كلمات يونس ادم والحان محمد الرفاعي وتوزيع حمزه الغازي. ف مستمعينا الحلوين، متواصلين وياكم على أثير إذاعة بانوراما أف أم بأجواء الخميس الونيس بترند مع روزة. أحييكم وين ما تسمعونا في المملكة، وأحيي كل مشاهدينا عبر تطبيق أم بي سي مود وتطبيق شاهد في آي بي بالبث المباشر للبانوراما. عمل جديد وديو جديد ينافس بالساحة العربية، نجمة
كل من النجم الجزائري شافوديل والنجم اللبناني جوزيف عطية، رحب بهم من جديد وأهلا وسهلا بكم، يسعد مساكم. يا هلا يا هلا هلا يا هلا. التموا الحبايب، التموا الحبايب، السمع المغربي. طبعا منورينا، كيفكم وسعيدين بتواجدكم ويانا فوديل. وأخيرا you joined us، وخلينا نسألك على الفيديو كليب. يعني عرفنا من جوزيف إنه هذا كان أول لقاء بيناتكم، ويعني سويتوا هذا العمل الحلو اللي إحنا نفتخر به وحبيناه كثير. احكينا شوية على تكلمنا شوية على الفيديو كليب اللي مليان لطافة كوميديا. أحس بعد هذا الفيديو كليب راح تمثلون اثنيناتكم. قديش ضحكنا؟ خبرنا قديش ضحكنا؟ ضحكنا بزاف باسكو جوزيف ولا خويا ولا صديقي، تلاقيتو هادي عامين وقت كورونا، جيت لبيروت بس صوتك مو واضح. لا ما طوندي، كتسمعوني دابا؟ نسمعك الان. نسمعك الان، تفضل. كنت بجوزيف جوزيف في بيروت، وعجبني كإنسان حبيبي، ميرسي. في ستار أكاديمي ما سمعتك، بس انت ذكرت ستار أكاديمي. انت تعرف جوزيف من ايام ستار أكاديمي، من 2006 تقريبا. صوتك يا فوديل، صوتك رائع، مو قاعدين نسمعه مع الاسف. اسمحوا لي. لا فو مونتوندي؟ ايه نسمعك. وي لا فو مونتوندي؟ اوكي. اوكي دونك كنت نسمع الاغاني ديال جوزيف، وقلت علاش لا ما نخلطوش يعني الراي وشويه بلبناني وشويه بالدارجه بلغه بيضاء. وقلنا علاش لا. دونك سمعت واحد الاغنيه ديال محمد رفاعي، فهو مغربي انا جزائري، جوزيف لبناني. دونك درنا واحد لو ميلونج، والحمد لله يا ربي لا شونسون نجحت بزاف هنا في المغرب. فوالا. طيب سولفونا عن خلف الكواليس. يعني احنا نعرف جوزيف ما شاء الله خفيف دم ويحب تسوي مقالب يا جوزيف، صح ولا لا؟ ها صح صح صح. طيب. والله ما سمعتكمش بزاف، سمحوا لي. اقول تكلمونا عن خلف الكواليس، شنو صار اثناء تصوير العمل. اوكي انا مثل ما قلتي انه قديش كوميدي وهيك، قديش فوديل فوديس يعني خلف الكواليس بالكليب. فوديل فعلا حدا كتير بيضحك وجو كتير حلو. طيب يا جماعة خلونا نشوف هذه. يعني عندكم لقطات من خلف الكواليس، خلينا نشوفها. يلا لا يعني إذا أنتوا عندكم مثلا احنا. أي خلونا نشوفها. شي مرة تنزلنا يا جوزيف، لازم لا تحرمنا من هاي الأشياء. ما هيك لازم ننزل. نزلها على السوشيال ميديا، خلينا نشوف، وانطينا شي للبانوراما حصري. عم شوف هلا اذا عندي في واحد يعمل ضرب بفوديل، عم بعمل له ميك اب. شو سويت طيب؟ مش عارف اذا بلاقيها. لا ما بعرف، بدي نبدا. طيب يا ريت تنزلها ويا ريت ترسل لنا اياها حتى نشوفها همنا. ان شاء الله. اوكي ديل. طيب اعتقد فوديل انقطع الاتصال وياه. الكونكشن عنده شوي ضعيف. جوزيف يعني هذه الأغنية تلاقينا تاني، كان في شيء ثاني مختلف تماما موجود على الطاولة واختاريته هذه؟ أبدا. هي هذه كانت أول أغنية بعتولنا يا الشباب، وفعلا دغري كان رياكشن على الأغنية كتير حلو. وفكرتها حلوة إنه تلاقينا تاني والموضوع وإلى آخره، والميوزك كلها مع بعضها كانت عمل واضح يعني. طيب منو صاحب فكرة التمثيل أو المشاهد التمثيلية والقصة بالعمل؟ هي فعليا في اثنين مسؤولين عن هالفكرة. أول شيء أختي، موجهة تحية لسيلين. سيلين صح، عم تتابع معكم. سيلين هي عملت إذا بدك هيك
خلينا نقول هيك الفكره ككل يعني بشكل هيك بكبير يعني. عم بيدروس المخرج اللي تسلم عليه المراه تحيه اللي حبيناه كثير واول عمل وفعلا صار دغري صديق يعني واخ. بيدروس هو الاكيب تبعه مع سمير كرم بي او بي خيي وكل الاكيب رجعوا عملوا كل الافكار وعملوا انه هيك ربطوا كل الفكره مع بعضها وعملوا كل المشاهد مثل ما شفتوها بالكليب. طيب جوزيف خليني اسالك اخر سؤال بما انه صيفيه اخر سؤال ولك نعم. يعني بدي احاول انه الصراحه خلف الكواليس بدي احاول انه نرجع مع فودير حتى نكمل الحديث ولكن يعني الكونكشن كلش ضعيف فأرد أسألك عن اللوك الصيفي بما أنه أنت محضر لوك صيفي أكيد محضر أعمال وأشياء جديدة للجمهور احكي لنا شوية عن الصيفية شنو مخطط لها. أوكي أول شيء الصيفية عندي حفلات كتير الحمد لله أنا بكرة مسافر إن شاء الله ونكست ويك واللي بعدها بكرة على سوريا إن شاء الله عندي قلعة دمشق ان شاء الله عندي حفله حلوه كثير انا من المطارح اللي بحبها كثير يعني بحب كثير غني بسوريا عندي من بعد اسبوعين ان شاء الله اردن ودبي وحفلات بلبنان مع الافراح والاعراس وشو عندي كمان على بناحيه العمل في عمل جديد رح يصدر مش اكثر من شهر يعني كمان مش عارف يعني يمكن شهر شهرين بس انه خلال الصيف اللوك ما خصه وياكي انا عم بتسلى يعني ما طيب اقول لك جديد عمل. لهذا العمل رح تسوي له فيديو كليب ولا بس اوديو؟ العمل الجديد ممكن يتصور كليب بعد ما في تخطيط لكليب في عمل بعد بالالبوم اسمه قسمت القلب كمان من الاغاني المحببين كثير على قلبي اغنيه ان شاء الله كمان صح؟ بما انه قسمت القلب اغنيه يعني ميكس لهجه بايضه يعني مثل ويلك اذا فينا نقول ويلك تقريبا يعني. طيب شو وقت راح تزور السعودية؟ يا ريت أتمنى يعني من الأماكن يلي أول شيء الميوزك اللي عم تصير والمسارح والإضاءة والإبهار بالكونسرت اللي عم تصير بالسعودية فظيعة جدا يعني أي فنان بيتمنى أنه يوقف على هالمسرح ويقدم أعماله إن شاء الله أتمنى يعني واحدة إن شاء الله. طيب الأماكن. طيب ممكن نشوف عمل خليجي بلهجة خليجية عمل جديد بيور خليجي أكيد أكيد هلأ ما في شيء جاهز يعني ولا في شيء قريب بس دايما أكيد أنا دايما أوبن على الأعمال بأي لهجة عربية أكيد بإذن الله. شكرا لك جوزيف على هذا اللقاء اللطيف ومبروك العمل الجديد مبروك النجاح اللي قاعد يحققه. بس سؤال يعني أنا قلت لك على خلف الكواليس لازم تنزل لنا إياها والمقالب وما ناوي تسوي تحدي لهذا العمل شي تحدي على تيك توك هلا اليوم كنا بوتري وميوزك از ماي لايف وعم نشتغل على هيك تشالنجز تيك توك وقصص لتيك توك. طيب أنت ما شاء الله الخير والبركة يعني ما تقصر بهاي السوالف كله حركات شويه منها يطلع لك تحدي يكسر الدنيا ان شاء الله على تيك توك ان شاء الله شكرا شاء الله. لك جوزيف اشتغل على هالشيء شكرا لك لوجودك ويانا نورتنا وشرفتنا ومبروك مره ثانيه على العمل الحلو. رح نسمع اصدقائي ورح نختم بها هذه الساعه التقيكم بعد شويه بساعه جديده من بانوراما. شكرا لك جوزيف وتصبح على الف خير. ثانك يو.